يتجدد الحديث في الأوساط المالية والاقتصادية عن حذف 3 أصفار من الدينار العراقي بغية رفع قيمته وتقليل التضخم ومحاولة السيطرة على الأسعار، أمر لا يمكن حدوثه بسهولة بحسب متخصصين يؤكدون أن هذه الآلية لا يمكن تحقيق أهدافها، وأن مشروع حذف الأصفار لن ينتج تخفيضا في الأسعار بل على العكس، إذ قد يسبب ركودا في السوق لفترة ليست بالقصيرة. عملية حذف الأصفار في هذه المرحلة لن تؤدي إلى عملية تحقيق استقرار اقتصادي، لأن الأسعار لن تتراجع حسب معدلات الحذف، وستكون هناك ركود أيضا في الأسواق ريثما تعيد حالة الاستقرار الاقتصادي فيما لو تم اتخاذ مثل هذا القرار. أعتقد أن التوقيت غير مناسب. ومن أهم إيجابيات حذف الأصفار تسهيل الحسابات المالية المصرفية، إذ تتجاوز المليارات إلى التريليونات، إضافة إلى ما وصفه اقتصاديون بالجانب النفسي بالنسبة للمواطن العراقي بين استخدام كلمة دينار أو ألف بشكل يتسق مع المعمول به في العالم، أمر عارضه متخصصون طالبوا بأن تقوم الحكومة بإجراءات ترفع بها القيمة الفعلية للعملة وتجعلها مصدر ثقة للمتعاملين بها عبر استثمار الواردات النفطية في تنشيط الاقتصاد المحلي. إيراداتنا سوف ننتقل عن 100 مليار دولار، ذهبت غالب هذه الإيرادات ذهبت في أبواب غير مجدية وما قدمت شيء للاقتصاد العراقي. كان من المفترض أن يقتطع جزء كبير من هذه الإيرادات لتنشيط القطاع الاقتصادي، القطاع الصناعي، القطاع السياحة. ويرى اقتصاديون أن دعوات حذف الأصفار ليست بريئة في مجملها، فقد يقف خلفها متنفذون يريدون من عملية تغيير العملة تبييض كتل نقدية كبيرة تصل إلى تريليونات الدنانير لم تدخل في النظام المصرفي العراقي مطلقا. حيدر البدري، UTV، بغداد.